وننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي. إطلاق النار منذ صباح أمس لمست النتائج عن قرب. אתמול ראיתי אותם מתחת הטייס במסוק קרב של חיל האוויר. היום ראיתי אותם בשטח, לוחמים בגבול רצועת עזה. ראית ذلك في الميدان بشكل واضح والنتائج كبيرة جدا. جيش الدفاع عاد للقتال بكل قوة. نحن ممشيخين بديوك ونحن مستمرون من النقطة التي انهينا بها واستغات مطورات الملحمة. وما نراه أمامنا هو تحقيق أهداف هذه الحرب والانتصار على حماس وكسر قدراته العسكرية وأيضا تنظيمية ومنعه من البقاء في السلطة وإعادة المختطفين إلى منازل. كل قد حماس لا يعمد إذا لم يقف حماس بما تم الاتفاق عليه سوف نستمر بقضية العملية العسكرية حتى تحقيق أهداف التي وضعناها منذ البداية. أريد أن أقول لكم بأنني أراقب عن كثب وعن قرب العملية العسكرية البرية وأيضا من أيضا التصرف والتعامل هذه المنظمة مع المنظمة الإرهابية. عمدنا لتمرين היו רבים בחמאס שחשבו שהם יצליחו לעצור אותם. قبل فترة وعندما قررنا الدخول برئيس قطاع غزة هناك قيادات في حماس ظننت بأننا لن نفعل ذلك. بين هؤلاء الذين بقيوا في مواقفهم وعدم القيام بأي شيء وبين هؤلاء الذين قالوا اتركوا المختطفين واذهبوا وانتصروا على حماس. نحن عثرنا على حل وكل شخص يعرف حتى في حماس يعرفون ذلك. في كل مرة أنت تقوم بتعميق هذه العملية العسكرية تحصل على نتائج. من جهة واحدة أنت تضرب بيد قوية حركة حماس الذي قد يؤدي إلى تصفية قيادات وجنود وأيضا بنى تحتية إرهابية وأنفاق. لكن في هذه العملية أيضا نصل إلى مرحلة بأنهم يرغبون ويتقون إلى فترة من الهدوء وهم مستعدون أن يدفعوا ثمنا وهو المخطوفون. هذا الأمر الذي أدى إلى إعادة 110 من المختطفين حتى الآن جزء منهم مواطنون إسرائيليون والآخرون هم غرباء. حماس فكر بأنه يمكن وقف جيش الدفاع وظن بأن إيران وحزب الله سيردعونا. اليوم كل قائد اليوم كل قائد في خان يونس أو في رفح يعرف جيدا أن ما حدث في مخيم الشاطئ وبيت لاهية وبيت حنون وفي الزيتون هناك تم تفكيك هذه السرايا والكتائب وهذا أيضا مستقبل الجنوب بين الانتصار جيش الدفاع وأيضا تفكيك قدرات حماس. هذا ما سيقوم به جيش الدفاع وهذا الأمر الذي حماس ليس من يقرر والنتائج نراها في الميدان. مرت 8 أسابيع لهذه الحرب، 3 أسابيع للعملية البرية، 4 أسابيع للعملية البرية العسكرية، وأيضا من خلال تم إعادة المختطفين. هذه إنجازات كبيرة. هناك آلاف المخربين تم تدميرهم وتصفيتهم، بنى تحتية إرهابية وقيادات مركزية، وحتى معلومات استخباراتية كثيرة نقلت لنا. مئات من المخربين سقطوا كرهائن لدينا. كل هذا الأمر تم تحقيقه بسبب عملية حازمة وحاسمة. هناك أمر إضافي آخر. نحن نملك 110 مواطنون أبرياء وأيضا 3 جنود جثث أعيدوا من قبل جيش الدفاع. هذا الإنجاز 110 من المختطفين أحياء لم ينجزوا أي جيش في العالم ضد مجموعة إرهابية، لا ضد القاعدة ولا داعش ولا بوكو حرام. نحن حققنا ذلك أمام حركة حماس بسبب قوة جيش الدفاع والدقة والفتك الذي قام به جيش الدفاع بمساعدة أجهزة الأمن المختلفة وجهات أخرى، وهذا بالفعل يحتاج التقدير.
أربعة أسابيع انتهت في العملية البرية العسكرية. الضغط العسكري هو الذي يقود إلى تحقيق هدفين، أيضا الهدف العسكري ونجاحه، وأيضا الهدف إعادة المختطفين إلى منازلهم وإلى أراضي إسرائيل. أعود وأكرر مرة أخرى، حماس خرق بشكل سافر الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الولايات المتحدة ومصر وقطر، وهو جاء من الطرف الآخر. كل ولد وطفل، امرأة وطفل عادوا إلى بيوتهم، هو عالم بأكمله بالنسبة للعائلة. أيضا هم أيضا قووا التزامنا بالوصول إلى آخر المختطفين. هذه فرصة جيش الدفاع وأجهزة الأمن، وهذا التزامي أيضا الشخصي أن أقوم بهذه المهام. كل نقاش على مستقبل إعادة مختطفين آخرين بدون أن يعيد حماس من التزم بإعادتهم، لن نحن مصرون أن ينفذ ما التزم به. وفي النهاية أريد أن أقول عن من هو مسؤول عن هذه النتائج. يقولون جيش الدفاع، الشباك، أجهزة الأمن والشرطة وكل أجهزة الأمن بشكل عام. أنا ألتقيهم بشكل يومي، وأيضا أرى الضباط والجنود، أيضا القيادات الكبرى وأيضا الجنود. أقول لمواطني إسرائيل، هناك من تفتخرون به وعليكم، هناك من تثقون به. جيش الدفاع والأجهزة الأمنية هم وسيلة الدفاع التي تمنح الحياة لمواطني إسرائيل بمساعدتهم. سوف نعمق هذا الإنجاز ويكون بشكل واضح جدا. نحن قادرون على الانتصار على منظمة حماس وتحقيق الأهداف، أيضا كسره عسكرية وسيادية، وأيضا إعادة المختطفين للمنازل. أنا مقتنع بهذا الأمر، أيضا بسبب معرفتي بأجهزة الأمن والقوات المقاتلة في الميدان. نعم، هذه كانت كلمة جالانت. جالانت يقول ذات الأمر، لكن هذه المرة يتهم حماس بخرق هذا الاتفاق، ويقول بشكل واضح بأن حتى ذكر العدد المختطفين الأحياء لدى حماس. يتم إعادة 17 مختطف ومحتجز من النساء والأطفال، 15 امرأة وطفلين. إسرائيل لن تذهب إلى المرحلة الثانية من المفاوضات. إذن كنا مع هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، والذي قال فيه أن الجيش الإسرائيلي عاد لعملياته بقوة لتحقيق أهداف الحرب، وقال أن إسرائيل ستواصل الحرب لأن حماس بحسبه لم تلتزم بما اتفق عليه. كذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن حماس اعتقدت أن بإمكانها إيقاف الجيش الإسرائيلي بمساعدة إيران وحزب الله. ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك أن الإسرائيليين حققوا إنجازا كبيرا خلال 8 أسابيع في غزة، بينها استرجاع 110 من المحتجزين الأحياء، وبأن إسرائيل ملتزمة باستعادة المختطفين. هذا المؤتمر الصحفي يأتي بعد ما جاء من قبل هيئة البث الإسرائيلية بأن قادة الجيش اتفقوا أو صادقوا على خطة لمواصلة القتال في غزة.